اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي والمطبخ صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء والوقايه خير من العلاج. النهارده مع بعض بنعمل حاجات لطيفه بنراعي في الاعتبار ان في كبار السن، في اطفال، في رياضيين، في اجازات، في امتحانات الثانويه العامه. الطلبه والطالبات واولادنا اللي يمتحنوا ربنا يوفقهم يا رب وينجحهم، هنعمل لهم عصير النهارده انا مسميه عصير التركيز والنجاح. اللي هيشرب من الكوب العصير ده بالتاكيد ربنا هيكرمه. يعني لو احنا بصينا مع بعض كده في مكوناته موز وتمر وعسل ولوز وشوفان مع الحليب وشويه فانيليا. مشروب صحي رقم واحد، رقم اتنين طبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا. معايا صدور فراخ النهارده هعملها بكاتا بالليمون صوص، دي حاجه لطيفه جميله. انا بقدر الامكان الليمون صوص مفيد جدا فيتامين سي، والفراخ طبعا او صدور الفراخ عموما هي امنه، نسبه الدهون فيها قليله جدا. معايا كوسه النهارده هعمل طبق جديد. الطبق ده انا بهديه لكبار السن، اسمها كوسه جرجيت برزيان او كوسه بوري جراتان، ده المسمى بتاعها من المطبخ الفرنسي. هنعملها النهارده بطريقه سهله، كوسه مسلوقه زي ما هي سليمه، هتنضرب بوري وتاخد فليفر وتاخد جبنه موزاريلا وتاخد شوفان وتاخد بياض بيض وتتقدم في كاسرولة جراتان، هتعجبكم ان شاء الله، حاجه لطيفه وحلوه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه النهارده، لان الاكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ونحط في الاعتبار نعمل الاكل اللي نفسنا فيها ولكن تكون قيمتها الغذائيه عاليه جدا ونهرب من الدهون اللي موجوده فيها. مش هنطول على حضراتكم، هنروح فاصل ونرجع او نروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض ازاي اذا معانا صدور فراخ ومعانا صوص ليمون ومعانا شرايح من الليمون، عايزين نعمل اكله مشهوره جدا في المطبخ الطلياني اسمها التشيكن بيكاتا مع الليمون صوص. الليمون صوص بيدخل مع الجمبري، يدخل مع الدجاج، بيدخل بعض اللحوم. تعالوا نشوفوا ايه قواعده ونعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشه: صدور فراخ، سلايز من الليمون، وعصير ليمون، ومستردة، وزبده، وتوم. والاكله دي يفضل للامانه اضافه زبده، انا اهرب من الزبده والكريمه اللباني عشان نبقى واضحين مع بعض. الاكله دي لو هنعملها اكله طبيعيه بمقاديرها لازم نحط لها كريمه لباني وزبده، انا ههرب من الزبده والكريمه اللباني. المقادير على الشاشه: صدور فراخ تتصدر القائمة، مستردة وتوم، زيت زيتون، عصير ليمون، سلايز من الليمون، وبشرة ليمون، وعود روزماري حلو معانا محترم. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. باخد صدور الفراخ بالشكل ده كده، سكينتك تكون حامية، ونقطعها شرايح كده بالشكل ده كده، يعني الصدر على ثلاثة على أربعة حسب حجمه. بناخدها بعد كده بنعمل لها توبنج، تغليفة. حلو أهو الشكل ده كده، كمان واحد مع بعض، او ممكن تطلبيه من الراجل بتاع الفرارج يعني، او المحل الجزارة اللي بتجيبي منه الحاجة، ان هو يقطعها لك بالشكل ده برضو عشان ممكن ما تعوريش نفسك يعني. اهو نفس الطريقة كده كمان. اهو انا عايز الموزة دي كده لوحدها، بحبها نفس الطريقة. اهو دايما لما تيجي تقطعي فراخ او صدور فراخ او تقطعي لحوم لازم تجففيها شويه عشان ما تبقاش فيها سوائل كتيره وفيها ميه تتحرك تحت السكينه وتعمل لك مشكله. حلو الكلام كده، الفراخ جاهزه. هنخلي الطبق ده كده على جنب وتعالوا نعمل تغليفه حلوه كده نقدر ان احنا نحمر بيها الفراخ. معانا شويه دقيق، معانا طاسه شديده الحراره، زيت زيتون، شويه زعتر، شويه ملح، وهنعمل توبنج كده. ده البيكاتا، ادي الزعتر على الدقيق، اللهم صل على النبي، ومعانا الملح والفلفل، فلفل اسود وملح بالشكل ده كده، بنقلبهم على بعض يا عم الشيف. اهو فكره حلوه، احنا هنحتاج للدقيق ده هيدينا صوص كويس وهيدينا صوص كريمه حلو بالشكل ده كده. ونحط زيت الزيتون، حلو قوي. كل اللي احنا بنعمله هنا بناخد الفراخ زي ما هي كده، معانا توم، شوف الطريقه دي بقى، بنحط التوم هنا كده على الفراخ اهو بالشكل ده كده عشان الزفاره وتاخد طعم زي ما انا شغال كده اهو. معانا روزماري بينزل كده على الوش،
واحدة واحدة كده. معانا مستردة بناخدها كمان نسقطها كده اهو. الطريقة دي انت اعمليها بسهولة كده، والفراخ اتبلت على البلانشة بدون اي سوائل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هاخد الفراخ دي بعد التتبيلة الحلوة دي كده بالروزماري والثوم والمستردة، وخلينا نرش شوية ملح صغيرين وشوية فلفل، واغلفها في الدقيق اللي عندي. اه حلوة، وادي الفلفل اللي اسود عليها كده. كده الفراخ جاهزة تتعمل حاجتين، يا اما نشويها بصوص الليمون زي ما انا هعملها دلوقتي، او ان هي ممكن تتعمل بانيه. هننزل الفراخ هنا كده اهو، شفت الطريقه كده، وعلى الدقيق يا عم الشيف. لا ما تاخدش بيض يا غالي، بقول نحطها في البيض دي خالص بريئه من البيض اهو بالشكل ده كده اهو زي الفل. كمان مره اهو نفس القصه كده اهو، تاني ما خدش باله من الاول ياخد باله من التاني اهو. حلو، اتصل الكبيرة شوية نحط الكمية كلها. بس خلونا نعمل شوية كده، احنا بس عايزين نوري حضراتكم الطريقة ازاي اعمل فراخ بيكاتا او التشيكن بيكاتا بالليمون صوص او بصوص الليمون. حلوة زي الفل. هنسيب الفراخ دي تتحمر على الشكل ده كده. بعد التحمير يا عم الشيف بنعمل ايه؟ في نفس الطاسة بنعمل الصوص بتاعنا في العيد بإذن الله تعالى، زي ما قلت لحضراتكم، وهتلنا أقول لغاية لما تيجي أجازة العيد والعيد، ونشوف الشيف المغازي إيه مفاجآته كالعادة على شاشة القناة الأولى. شايفين الفراخ التحميرة دي؟ أهو أنا شغال كده أهو أهو بالشكل ده كده أهو، أحطها تاني في قلب الزيت أهو، سيبها تتحمر كده. تعالوا مع بعض نعمل صدور الفراخ بالشكل ده كده. التركية هنا ان الفراخ بعد ما اتحمرت في الدقيق او في التتبيله اللي انا عملتها بتحاول نحط عليها شويه ميه. احنا اتفقنا مع بعض احنا بقدر الامكان بنعمل اكل صحي، بديل الميه شوربه، شوربه فراخ او شوربه لحمه، ده مهم جدا، او نحط زبده او نحط كريمه لباني. انا استبدلت كل ده بالميه. احنا اتفقنا ان احنا بنعمل اكل صحي، بنشوف مكونات الاكله ونعمل عليها ابحاث علميه، ابحاث طهويه، ابحاث خبره طهويه، ونهرب من الماده الدهنيه اللي موجوده فيها. الفراخ هنا بتستوي زي الفل، بنزل عليها بعصير الليمون بالشكل ده كده اهو، ده صوص الليمون بتاعي. طب القوام هيجي منين يا عم الشيف؟ هي معلقه نشا صغيره هستبدلها بشوفان، معلقه نشا صغيره هستبدلها بشوفان اهو. وادي المستردة بتاعتي في قلبها كده زي الفل كده، شايفه الطعم ده كده، القوام بتاع الصلصه اهو زي الفل. ياخد غلوه، بدوب معلقتين شوفان ناعم، وبربط بيهم القوام بتاع الصلصه بتاعتي الجميله الحلوه اللي واخده طعم الليمون مع المستردة. نشوف الفراخ بتاعتي اللي انا عملتها بالشكل ده كده اهي، ايه الحلاوه دي اهي. شايفين صوص الليمون بتاعي خد القوام ازاي؟ القوام ده جاي منين يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى اللي هنعرفه دلوقتي اهو. اه الشوفان والدقيق اه، والفراخ مستويه زي الفل. نغرفها مع بعض سريعا في طبق حلو كده هنا، اللهم صل على النبي. مهم جدا عايز انوه لحضراتكم حاجه حلوه قوي، ايه هي؟ لما نيجي نعمل فراخ بالليمون صوص، فراخ بصوص الطماطم، فراخ باي صوصات من اللي احنا عارفينها بالباربيكيو، لازم نحط في الاعتبار نعمل ماده توبنج او ماده تغليف للشكل الخارجي لصدور الفراخ او للفراخ عموما كلها. ليه يا عم الشيف؟ علشان التوابل تمسك فيها بالشكل ده كده. يا نعم حاضر عينيا، حاضر عينيا الاثنين. ولكن نحط في الاعتبار الليمون بالذات في حاله ان احنا اضافته للاطباق بتاعتي بالشكل ده كده، معانا بشره ليمون عشان تدي فليفر عالي وتست عالي للفراخ بتاعتنا. ادي بشره الليمون الحلوه اللي بننزل بقى هنا كده اهو اهو، اصبح هنا طعم الليمون غالب. آه الله آه. زي ما هي كده عينيا اهو اهو، وحلو قوي. لو حطينا قش برتقال تبقى جميله، المهم ان يكون حامض اه بالشكل ده كده اه. يلا هنا هنا اه اه، اللهم صل على النبي. فراخ ما خدتش وقت كبير آه. وطبق جديد ايه عدله يا عم الشيف؟ للامانه ده عدله طبق رز ابيض، عدله مكرونه سباكيتي بالطماطم او بالبقدونس، عدله شويه سباكيتي بالريحان، عدله مكرونه بينا بالبيستا صوص اه. على فين هنخلي مكانه هنا كده، وتعالوا مع بعض نستاذن فريق العمل الجميل معانا، مقادير عصير
التركيز والنجاح، عصير التفوق، مقاديره على الشاشه. نحط الفراخ دي بتاعتنا هنا كده، اللهم صل على النبي. اهو جرنش بتاعنا، عود بقدونس حلو كده. المخرج بيحب الحاجات دي، البرزنتيشن ده مطلوب، العين بتاكل قبل.